أولا نعزي أنفسنا، نعزي الوطن، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا ابن أخي استشهد، أدى الواجب تاعو، استشهد، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا وليد خالتي الله يرحمه ويوسع عليه، كان انسان صالح وانسان عاقل ويخدم بيا مسكين، وملي كان صغير هو الحلم ديالو يدخل يخدم مع الدوله، هذا هو الحلم ديالو مسكين. ملي كان صغير هو يخدم بيا وسوريو، انسان عاقل هاو تشوف مسكين تلقينا الله يرحم، قال لك الله يرحم، الله ربي يغفر له ويرحمه، ربي يرحمه ويجعل له الجنه ان شاء الله. ربي يرحمه ويجعل كما يقولوا الجنة إن شاء الله. هذا ما كان الحمد لله، غاينا خاوة خاوة ما كان والو، كما يقولوا الوقت وصل، مكتوب وراه وصل، شهيد مات شهيد، ربي يرحمه ويوسع عليه. مسكين شهيد في سبيل الوطن، في سبيل الوطن كان يحب من بكري، سبحان الله من بكري كان يحب يدخل في الجيش الوطني الشعبي، وربي سبحانه رزقه بالشهاده. انسان ما شاء الله هنايا في تميلا، يعني انسان متربي، كان نعم الاخلاق، بار بوالديه، يعني نطلب من ربي سبحانه يكون شفيعا لهم يوم القيامه ان شاء الله. الجزائر حزينه، جيج الحزينه، بلدية الأمير عبد القادر وتميلا خصوصا حزينة بفقد أحد أبر أبنائها. ربي يرحمه وربي يرحم الشهيد الثاني اللي مات معاه، وربي يرحم إن شاء الله كل وجميع شهداء الوطن.